Instagram, j'ai vu l'événement et j'ai décidé de venir tout simplement. J'étais donc spécialement pour voir Lady Samara, qui est parmi les amis que je connais depuis très longtemps. ماركوني لي زابوني نتاعي في ستوري مارياج اتو بري مدخلينك في الكونكور نتاع بلوغر 2018 فانا كنت واحده من الموجودين وقتها كان تفكر عندي 38000 مشترك دخلت مع بيت عند 400000 500000 لقيت نضحك على روحي حبيت نقول خرجني الجنوب وعبيد جاتني من اقصى الشمال فهذاك اللي ما كنتش متوقعته معناتها فرحت بينا جبت لنا دي بتي كادو جبت لنا معها هذا هديته لي نشكرها على الاخر ميرسي للماجازين مارياج في على الاوكازيون اللي خليتنا نشوفوا فيها ليدي سمرة نحب نشكر زيدا البيك ديب على خاطر عطاتني الاسباس هذا باش نتلم فيه انا والعباد اللي نحبهم دو تروفي كالكان كي انفلونس لي جون ou il y a moins de barsha pour leur développement personnel et tout. Du coup, elle arrive à influencer les gens, voilà, elle a réussi sa mission. يعطيكم الصحة دافوار معناها بروفي اللي انتم تحبوا سمارة بالحق. بالنسبة للتروفي شنو يمثل؟ يمثل برشا حاجات معنوية. هو تتويج للنجاح نتاعك، هو محبة الناس. هذايا أول حاجة خديتها تمثل لي حاجة معنوية حلوة برشا. هو في برشا حب، هو بالحق هكا تحسوا حاجة بالله مكتوبة. لكن معبي بالحب والله.